اصلا انا مين مراهي؟ ولد لطفي مراهي. انا في الحقيقه من العاده ما بدخلش في الاعمال السياسيه بتاع والدي، لكن اليوم الوضع استوجب اني نخرج واني نفسر شو اللي صاير لوالدي. اولا مسانده من والدي، ثم اللي جاب على الاستفسارات وبرشا مغالطات قاعده تصير واشاعات قاعده تدور نسمع فيها. اول شيء والدي ممنوع من السفر منذ اكثر من عام. نحن عايشين برا، انا اخويا هو ممنوع من انه يجي يشوفنا، ممنوع من انه يجي يشوف احفاده. قبل حتى ما تصدر فيه تهمه، قبل حتى ما تصدر فيه حتى بحث ضده، يعني ممنوع من السفر، محجر من السفر غير حتى غرض. ثم طورت الامور الى انه صارت فيه قضيه ضده المرسوم 54 لا لشيء، لانه يمارس في حقه السياسي وفي مسؤوليته السياسيه كمعارض في انه يعبر على رايه في الشيء اللي صاير في بلادنا، وهذا امر عادي جدا في اي بلاد تعتبر نفسها بلاد ديمقراطيه وفيها عمليه شفافيه واخلاقيه في العمل الديمقراطي. فلقى نفسه في اول مرحله محاكم 16 سرسي، ومن بعد الاستئناف لقى نفسه محاكم 16 سجن. في الفتره هذه صار مطارد وعملية حرس كبيرة، كأنه لنمي بليك ما هو وما نخفيكمش هذا اللي ما بينات الحكم السرسي والحكم 16، يعني العملية صارت طريقة سريعة جدا بعض الأسابيع وحكم عليه غيابا، يعني المسألة هذه تصعيد كبير، والهدف منه أنه فقط يصير مسحه تماما من العملية الانتخابية. ثم بعد هذا، بعد أنه صار مطارد كأنه مجرم كبير وكأنه إرهابي كبير، يلقى نفسه مشدود. من بعد صار تلفيق التهم ضد. شنو التهم هذه؟ التهمة الأولى اللي صار تلفيقها بعد ما شدوه، اللي هي أولا حكاية التزكيات، اللي هي تهمة كما نقولوا بالدارجة من الحيط، يعني ما عندهم حتى برهان ضد أنه قام بجمع تزكيات بطريقة غير قانونية. ثم التهمة الثانية هي تبييض الأموال، اللي هي إشاعة ما فيها حتى منطق وحتى غس. من بعد ما رعنا إلا أنه في أول مرحلة بطاقة إيداع ضده بحكم مقتضى القانون 160، اللي هو القانون اللي يخص العملية الانتخابية السرية الانتخابية يوم الانتخابات، يعني تحكم عليه بمقتضى القانون اللي في يوم الانتخابات مازال ما صارش. ومرعنا الا نلقاو انه الحكم ضده مش بالحكم بمقتضى القانون 160، لكن بمقتضى القانون 161 اللي هو يتعلق بالعمليه التشريعيه والانتخابات التشريعيه والبرلمانيه، اللي ما عندها حتى علاقه يعني بالنيابه العموميه، ما عادش تعرف شنو هو نجم تقدم ضده. وصار تلفيق ومعناتها نتلاعبوا بالقانون كما نحبوا، يعني تشوفوا النيابه العموميه تعمل كما تحب، تغير هي كما تحب. القانون اللي على اساسه هو باش يتحكم وبطريقه غير مقبوله، لا نحن لا المحامين قادرين اليوم ان نفسروا شنو اللي صاير. انا عندي الحقيقه ثلاثه رسائل اليوم حبيت نبلغهم. الرساله الاولى لرئيس الجمهوريه، اللي هو قبل ما يكون رئيس الجمهوريه هو استاذ قانون، نقول له اللي شيء اللي صاير اليوم له لا في مصلحتك لا هو لا في مصلحه البلاد. اليوم الدستور اللي قدمته انت، دستور 25 جويليا، ما ضمنش اقل اشياء في الكرامه وفي احترام النفس لعائلتنا. اليوم مش كان والدي هو تهرس من اشهر واشهر، العائله كامله، جدودنا، اخواننا، عماتنا، كلهم يعني البوليس يهبط عليهم عمالي ساعتين تاع الصباح في اوقات غير قانونيه. ما نحكيلكمش على كميه الاهانه، كميه التهديد اللي صارت للعائلة، يعني بطريقة مهينة جدا، كأنه نبحث على لنمي بيبليك لماهو. المسألة ما هيش مسألة لطفي مراهي، مسألة أكبر من لطفي مراهي. لطفي مراهي لازم يشد الحبس بالسيف. نعطيكم من مكاني مثال على هذا. نحن من بداية المحاكمة بتاع ولدنا طلبنا من الدفاع أنه ما يتدخلش، أنه ما يعبرش في وسائل الإعلام، لكن ما رعنا الا شفنا انه النيابه العموميه اللي هي بنفسها اللي حضرت الملف ضد ولدنا، اللي هي بنفسها اللي اذنت عمليه التفتيش
غير قانونية هي نفسها اللي تخرج للإعلام وتعبر للإعلام بحيثية القضية قبل حتى ما القاضي يعطي الحكم بتاعه. يعني يشوف اللعبة ملعوبة من الأول والنيابة العمومية تتصرف كده. رسالتي الثانية هي رسالة للشعب التونسي، بلاد بلادي وبلاد بلادي. يوم أقول لهم اليوم لطفي مرايحين، يوم ولدنا هو في السجن، غدوة أبوك، أخوك، أختك، جدك، أي شخص من عائلتك اللي فقط نجم تحاكم على أنه عبر على رأيه، أنه قال حاجة تخص بلاده، حاجة مسؤوليته في بلاده، أنه عبر على حاجة تخص وجوده، يلقى روحه مرمي في الحبس. واليوم مئات لطفي مرايحي وغدوة آلاف. نقول ما تعبناش من الظلم، ما تعبناش من الإهانة هذه، ما تعبناش أنه مصيرنا مش من يجينا، ما تعبناش أنه أحلامنا تهرب علينا هكا، ما فهمناش اللي قوتنا كي نشدوا بعضنا، قوتنا مع بعضنا وقوتنا وقت اللي ما نخليه حد يجي يحفز علينا، أنه ندافعوا على الظلم بالطريقة هذه، ما نسكنوش، ما نتخباوش، ما نكونوش رخاص بالطريقة هذه، نكونوا عزاز، ما فهمناش الكلام هذايا. أنا نتمنى الناس تفيق، ونتمنى أن تشوف لطفي مرايحي وغيره زاد من المعارضين اللي مرميين في الحبس، طريقة باش أنهم يعليوا صوتهم وأن يدافعوا عن طريق تزكية والدنا. راهو ما تحكمش حكم نهائي أو حكم ابتدائي، ونحن قررنا بأنه عندنا ثقة في القضاء، زال عندنا أمل في القضاء أنه نقوموا بالاستئناف. فممكن لكم أنكم تسندوها عبر التزكيات، وهذا نستنوا منكم أنكم تعليوا صوتكم معنا، تعليوا صوتكم معنا باش نشدوا صحيح في حكمنا. ورسالتي الثالثة هي رسالة لوالدي، أنا نقول له أنا وأخويا وعائلتنا كل والناس اللي تسأل عليك واللي تحبك، كلنا فخورين بيك البارح اليوم وغدوة، خيرين بمسيرتك وخيرين في تشبثك في مبادئك. هذا الشيء اللي ربيتنا عليه أنا وأخويا حمزة، ونحن مش مسلمين فيك، مش مسلمين في قضيتك، ومش مسلمين في بلادنا. وأنت أعطيت مثال لنا نحن ولأولادنا، أعطيت مثال برشا ناس الشعب التونسي في تشبثك ومبادئك، وماكش مسلم في شجاعتك، وإن شاء الله الناس تبع المسار هذايا. فنتمنى أنه الرسالة هذه توصل لرئيس الجمهورية، توصل للقضاء، وتوصل لوالدي خاصة اللي نحن نحبوه.